ونمشي حوايج اخرين. اش من حوايج؟ شويه ديال الكادويات والطياب. ملي غنمشي حتى تما عاد غنطيب. الله على جميل اختي، فين بقينا نبانو حنا؟ دابا اللي علقت فانيت كتولي شيخه، فين بقيتي تبانيتي؟ البقاء فيه تيكون دائما الاحسن والاجود والاقوى، فكان ضروري ان تفاني في العمل ماشي من طرفي انا فقط. الفنانة دنيا بوطازوت ترد على منتقدي دور الشيخة في مسلسل المكتوب. دافعت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت عن دور الشيخة الذي انتقدته شريحة من الناس الذين اعتبروا أن المسلسل أعطى قيمة لمهنة لا تشرفهم. وقالت دنيا بوطازوت أنهم لم يشتغلوا عن الشيخة كموضوع أو عن العيطة، وإنما ركزوا على إنسانة تشتغل لتكسب لقمة عيش تعيش بها هي وابنتها. وصرحت بوطازوت لأحد المنابر الإعلامية: هما شريحة من المجتمع اللي كينا، ما يمكنش لنا أننا ننفيوها. احنا ما هضرناش على الشيخة وعلى العيطة، احنا هضرنا على إنسانة كتمتهن واحد المهنة وأشنو ممكن تدير باش تقدر تعيش. وتابعت: الناس حبوا شخصية حليمة لأني حاولت ما أمكن أنها تكون قريبة منهم، لمس واحد الفئة هي عايشة معنا وإحنا خصنا نتقبلها كيف ما هي. ورغم الانتقادات استطاعت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت خطف أنظار الجمهور المغربي خلال شهر رمضان بفضل إتقانها للدور الذي أسند إليها المتمثل في دور الشيخة. وأعرب رواد منصات التواصل الاجتماعي عن إعجابهم الشديد بالموهبة الكبيرة التي تمتلكها دنيا بوطازوت وعن احترافيتها العالية في تجسيد وإتقان أي دور يسند لها، ولقبوها بسيدة الشاشة المغربية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.